عقليا متفوقة، ماليا متفوقة، من جهة المواهب الاختراعات. حتى في أمريكا كده الناس المسؤولين عن تطور مجتمع الأمريكي والتكنولوجيا الأمريكية ده شريحة قليلة قوي قوي قوي، وعامة الناس في أمريكا مش معنيين بالقضايا دي، مستهلكين بس. فأأمل إن أنتوا اللي يبقى على أيديكم، أنا واثق طبعا مش مجرد طموحي، أنا واثق إن البلد تتطور على أيديكم سواء كنسيا أو مجتمعيا، أنا واثق كده. وعلى فكرة أغلب المشاهير والعظماء والذين أسهموا في تطوير الحياة على الكوكب ده كانوا مغمورين وهم صغيرين، كانواش موجودين وهم صغيرين، ولا حد كان ياخد باله منهم زيهم كلكم. مين فيكم بيسقفونه كل يوم في الكنيسة ده في البيت؟ ده بيسمع قد كده في البيت وفي الكنيسة. فالمغمورين دول قليلا قليلا حاسوا في نفسهم بموهبة، لو حد مخلص يتبنى الموهبة بتاعتهم وكبروا وأثروا في المجتمع. وكتير منهم على فكرة هو ما بيتلذذش بحاجة، لكن لذته إنه بينتج وبيسعى وبيطور وبيساعد في تنمية المجتمع. لازم أشكر ضيوفنا العظام اللي قبلوا يجوا، المنيا الغلبانة بتاعتنا اللي بيصوروها لهم بره، ان في كل متر في قنبلة وفي كل شارع في عربية مفخخة وورا كل جدار في حد إرهابي، يعني مش كده قوي يعني. يعني انتوا سامعين اللي حصل في سيناء واللي بيحصل في الشرقية والفيوم وبني سويف، بلد بتمر بفترة دقيقة من تاريخها، وكأن مصر تتمخض لتلد نفسها من جديد في الفترة دي، فترة مخاض دلوقتي، لكن مش هترجع مصر زي الأول تاني أبدا. كلنا انتبهنا وكلنا واعيين وكلنا عرفنا نقول لا، كلنا عرفنا نعبر عن رأينا، ومش هنرجع زي الأول تاني. كده فاتورة بندفعها كلنا مع بعض، حكومة والشعب، حكومة اللي هو المؤسسة السياسية، الجيش، المؤسسة العسكرية، الشرطة، المؤسسة الأمنية، المخابرات، المؤسسة القومية، تعرفين دور المخابرات، تأمين مصر الدولة، دور الأمن القومي اللي هو تأمين حدود البلاد ووضع مصر في المنطقة وفي العالم، دور الشرطة تأمين الشارع والمواطن، دور الجيش تأمين الحدود. دورنا احنا نتعاون مع الأجهزة دي، نشجعها، نحييها، بننحني قدام كل واحد قدم دمه وقدم حياته من أجل مصر، مسلم أو مسيحي. فهم جم رغم أن البعض كان بيخوفوا من يجوا المنيا، جم بفرح وشافوا قد إيه أنتوا مبهجين ومفرحين أن المنيا ولادة وأن فيها مواهب كتير جدا. منجم، أنا بسمي المنيا منجم، منجم في حاجات كتير. ولو انه مش موضوعنا النهارده، لكن عايز اقول لكم على الهامش ان المنيا فيها اعظم ثروه محجريه في العالم. تعرفوا كده؟ في العالم ياخدوا البلوك اللي احنا بنبني بيه، ياخدوه حته زي ايطاليا، يحولوه البودره ويعالجوه، يبيعوها لنا بعشر اضعاف الثمن. وتالت اكبر منطقه اثريه في مصر بعد الاقصر والجيزه، وفيها مواهب كتير جدا، فيها اكبر كورنيش، فيها مواهب والموارد البشريه اكتر بكتير. طبعا لازم اشكر ابونا ابانوب اللي هو متبني الفكره دي، وطبعا وولده ناخدهم مع بعض، ابونا ابانوب وولده كرونوس، كويس كده؟ وطبعا هقول يعني مع الاحتفاظ بالآدمية كنت اقول كده ابونا منسى القمص منسى، فنان اولادي واعد، ابونا منسى اب واعد انه يكون احد علماء
اللغة القبطية والأدب القبطي. أتمنى كده وأنا وأبونا كيرك الصميل فنان طبعا موسيقي ومرنم هو موهوب في حاجات كتير بس مجرد بس وجوده مشجع جدا. دينامو مش كده؟ دكتورنا اكيد مش كده؟ يعني احنا في ضيافه قدس ابونا متياس الانطوني اللي عندنا مكان فعلا تحول المكان الى واحه جميله جدا، بقى متنفس نفي وخرشيه، بنيجي نصلي فيه، ناكل فيه، نتفسح فيه، نتدرب فيه، نعمل مؤتمراتنا فيه. عايز اقدم شكر كبير لنيافه الحرب جيل انبا ارسليوس كل ده بتوجيه نيافته، يعني هو موجود في الليل لكن كل ده ببركة نيافته وتوجيهه وتعضيده. طبعا بنقول لسيدنا كل مرة بنقول له احنا نفكر في كذا، عايزين نعمل كذا، وهو مشجع جدا جدا لا سيما للمواهب. برضو عايز اقدم شكر كبير جدا، انتوا هتقدموه بحماس ليكوا انتوا. احنا فخورين بيكم، انتوا سبب سعادتنا وسبب فخرنا وسبب وجودنا النهارده هنا. عايز اقدم كل واحد تعب النهارده وتعب الايام اللي فاتت ولسه يتعب بكره في عرض المواهب وتبنيها وتنظيم المكان والسهر على راحتنا وتعبنا. كل عامل وكل خادم وكل خادمة، كل إنسان له دور في هذا اللقاء الرائع. وأشكركم جدا على حسن قناة ماري وورلدز ليسان حيهم. وطبعا هايدي منتصر دي من يومين. شو بيحبوا الزيطه ازاي؟ بيحبوا الزيطه باشا. مين موهوب في المشاكل؟ يا ده مش ده طيب. انا متشوق معاكم ان انا اسمع واتفرج على العرض المسرحي ده. اتفضل. بس موقف صغير هيحكيه الشخص اللي شافه اللي احنا لسه شاكرينه من شويه بس ما كانش موجود، دكتور مرقص المخرج كان موجود لسه مع سيدنا في كندا فشاف حاجه عايز بس يثبت بيها ويبين قد ايه سيدنا بيشجع يعني وبيرعى المواهب.